لأننا مشاهدينا الكرام نتحدث في موضوع مهم الحقيقة على المستوى الاقتصادي. انتشر خبر قبل كم من يوم وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ومواقع إعلامية، وانتشرت صورة راح ننشرها أمامكم على الشاشة على أساس أنها نشرة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وهو بتتحدث عن أرقام بتخص الأردن وبالتحديد مصطلح جديد اسمه الدين القومي. الدين القومي الإجمالي اللي وصل قريب 90 مليار دولار. الناس انصدمت من هذا الرقم. احنا قبل فترة كنا نحكي عن بالثلاثين المديونية، وهي أقل من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا 95% عم تنزل. فكيف صرنا مرة واحدة 90 مليار؟ هذا الرقم اللي أمامكم على الشاشة، هل هو رقم صحيح؟ هل هو رقم دقيق؟ شو معناه؟ شو معنى الدين القومي الإجمالي؟ اسمحوا لنا الحديث عن هذا الموضوع أن نرحب بالخبير الاقتصادي الأستاذ خالد زبيدي. أستاذ خالد مساء الخير. أسعد مساءك، أهلا بك. يا هلا، تحياتي أستاذ خالد. بدي أسمع تعليقك بداية عن قصة هذا الدين القومي اللي طلع لنا فجأة. يعني هذا أول شيء المصطلح غير مستخدم وغير شائع ولا يعكس الدين العام. الدين العام هو الدين الحكومي والديون المكفولة، واللي هو في الأردن يعني قريب من 96% نسبة للناتج المحلي الإجمالي، يعني قرابة 40 مليار دولار. نعم. أما الدين القومي فهو مجموع ما تقترضه الحكومة وما تكفله، وكذلك إجمالي تسهيلات تقدمها البنوك للقطاع الخاص، وكذلك الاستثمارات الأجنبية في الأردن والودائع الأجنبية في القطاع المصرفي الأردني. وبالتالي كلما ارتفع التسهيلات في الاقتصاد هذه ظاهرة صحية. أولا يعني البنوك بتأخذ لأنه في شغل، يعني بدأ من قنوات الادخار إلى قنوات الاستثمار، وإذا واحد بيحول وبيودع فلوس في النظام المصرفي الأردني أو بيستثمر في الاقتصاد الأردني، معناته هاي شهادة بأن الاقتصاد جيد والآمن ومربح. فللأسف الشديد يعني لم يتم توضيح يوم الخميس الفائت لما نشر في الصحف وفي مواقع التواصل الاجتماعي ماذا يعني هذا الدين القومي. إذا هذا الدين القومي ما بيخوف، يعني عندنا 90 مليار هذا لا لا طبعاً لا، بالعكس إيجابي. إيجابي إذا كان إذا عندك مثلاً ودائع بأربعين مليار وأنت مقدم تسهيلات بأربعين مليار، معناته أنت عم بتشغل الفوائد والمدخرات اللي عندك بشكل كامل. وهذا يعني فرص عمل، يعني مصانع، زراعة، تجارة، سياحة إلى آخره. فبالتالي التصنيف الائتماني للقطاعات، كل قطاع شو ماخذ، موجودة هاي في الميزانية المجمعة. نعم. للبنك المركزي. لكن أنا اللي فاجأني إنه كيف طلعت بهذه الطريقة وبهذه الطريقة المسمومة بصراحة. مسمومة. نعم طبعا هاي من التسريبات اللي تعتبر غير منصفة، يفترض أن يتم شرحها وتقديمها بشكل جيد للمجتمع وللمتابعين. وبالمناسبة هذا المصطلح لا يستخدم أول مرة، بيستخدم في الأردن بالمناسبة. هذا بتستخدمه الدول القارية زي أمريكا زي اليابان زي الصين زي كذا إلى آخره، لأنه في عندها أموال، هي دول تصدر رأس المال وتستورد أيضا رأس المال على شكل استثمارات. نعم. فبتصير في المعطيات واضحة. لكن احنا ما عندناش، الأردن مش دولة مصدرة لرأس المال، هي مستوردة لرأس المال. وبالتالي يعني كان لازم أن يتم توضيح هذا الموضوع، وهذا المصطلح يعني اللي بقرأ بشكل جيد ويكون فنيا قادر يعرف شو التفاصيل. مثلا هذا لم يدرج معه مثلا الاستثمارات الأجنبية في الأردن. احنا بنعرف في بورصة عمان على سبيل المثال. نعم. 56% من حجم السوق لغير الأردنيين، وبالتالي
انت في عندك حوالي يعني 12-11 مليار دينار لغير الأردنيين مستثمرة في سوق الأوراق المالية والشركات الناشطة في الأردن. وبالتالي لا، هذا وضع صحي وجيد. طيب ممتاز. وكان يفترض أن يتم توضيحه بالتفاصيل وليس ترميه بين الأرقام وبدون أي توضيح وبين كأنه إحنا عنا ديون ومش عارفين نخدمها وإلى آخره. صح وبالمناسبة الأردن رغم أنه عليه ديون كبيرة لأنه لم يسجل على الأردن أنه هو تعثر في خدمة دينه أو لم يسدد أقساط مستحقة عليه أو أعاد هيكلتها يعني. فبالتالي لا، هذا الموضوع لازم يوضح وبتأمل أن يكون صارت صورة واضحة. وأنا بدي أشكرك أستاذ خالد، وأنا لاحظت يعني الحقيقة حتى بلهجتك، احنا دائما يعني نتواصل مع حضرتك خبير اقتصادي واضح وصريح، واذا في عيب بالحكومه تقوله بكل جراه، ولكن هذه المره حسينا فعلا المساله بتخص بلدنا كوطن، واحنا مش بصدد انه ننشر اشاعات حتى نبين فشل حكومات والله انه احنا عندنا دين 90 مليار، لا احنا خلينا على اللي احنا فيه يعني، وليس بالهين 40 مليار، ولكن عشان ما ننشر اشاعات ونخوف الناس على مستقبل البلد بزياده. بدي اشكرك استاذ خالد وشكرا على التوضيحات. اهلا يعني الحقيقه مش سهل واحد يتم تداول رقم اقتصادي بدون توضيحات. استاذ خالد الزبيدي المحلل والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. الحقيقه موضوع الدين القومي هذا وضحه الاستاذ خالد، ما له يعني هالاهميه لان نخاف، بالعكس في اشياء ومؤشرات ايجابيه بتدل على انه في حركه وفي شغل في البلد. وانا هنا يعني بدي افرق بين شغلتين، تقصير حكومات متعاقبه باداره الملفات الاقتصاديه هذا الكل بياكد عليه وواضح وموجود، ولكن احنا برضه بدناش يعني نخلط الامور بحيث انه ننشر روح التشاؤم بالبلد وبمستقبل البلد وباقتصاد البلد. لا، احنا نحكي ان شاء الله خير، ان شاء الله القادم يكون خير، في الصيف نتامل خير، تتحسن الامور الاقتصاديه، تفتح الابواب التصدير، تتحسن الصناعه الزراعه، هذا كله بده شغل وبده جهد طبعا، ولكن على الاقل على الاقل ما ننشر احباط لدرجه الاحباط. يعني لما نحكي 90 مليار والله احباط، واحد بخاف، خاف قال خلاص البلد فلست، طلع الحكي مش دقيق. على كل حال نشكر الاستاذ خالد مره ثانيه ونروح لوقفه ثم ملف جديد.